ليكا، هاي رفيف واخيرا اجت. ليكا هديك البنت اللي وصلت هلا شفتها؟ لعند مين جايين؟ نحن بنات لسلطان دوغان. إذا بتسمحوا استنوا هون، رح جيب الوالدة لعندكم بعد شوي. شكراً لألك كمال بيك. بالزور جبت الإذن بهالوقت، ما رح يكون عندكم وقت كتير، لو سمحتوا اختصروا. حاضر. كيف قدراني تقعد هون؟ أنا زعلانة عليها كتير. أمي مستحيل تضل هون كتير، بأقرب وقت رح تطلع. عادي هون لشوف. عيوني انتو، يا روحي انتو. أمي يا عمري اشتقت لك كثير. يا عمري ممنوع تقربوا، بعدوا عن بعض. انا شو قلت؟ هي بتكون امي. رفيف بنتي خلص ماشي، تقعدوا. أنت منيحة أمي؟ إيه. اشتقت لكم كتير. ونحن اشتقنا لك أكتر يا أطيب أم. أمي احكي لي، في أي شيء لازمك قولي لي. يلا بنوب حبيبتي، إذا بدك شيء قولي. يا عمري أنتوا لا تفكروا فيني، أنا بدبر حالي. أساساً أنتوا شو أخباركم وين قاعدين؟ اتصلت بالعم خليل الله يسلمه، دار باله علينا وما تركنا لحالنا. أختي بلشت بالشغل، في وحدة اسمها نعمت خانم هلأ عم بشتغل عندها، الحمد لله مرتاحة عندهم. ألف حمد وشكر يا ربي. أنت شو أخبارك بنتي؟ ولا شي، أنا منيحة أمي. أحياناً بدرس دروسي ما عم يروح علي شي، وأحياناً كمان بساعد أختي شوي. بنتي كيف هلأ صرتي؟ أحسن أمي، اسطنبول هواها ريحني. يا عيوني. أنتي لا تفكري فينا أمي، نحن مناح، الشيء الوحيد يلي ناقصنا هو أنتي. اشتقت لكم كتير. خالي ما عم يرد بنوب؟ في شي صاير وما بدهم يخبرونا. الو؟ امي كيفك؟ عمي عمران بالبيت؟ مو هون، شو صاير معكن؟ صاير شي؟ ستي اتصلت فيه بعدين طلع فجأة من الشركة. ما حكى لنا شي ونحن نشغل بالنا. مرت عمي طلعت مستعجلة، معناها الاثنين راحوا مع بعض. وستي ما قالت شي؟ لا بنتي، طلعت وما قالت شي. يلا بسيطة بنتي، بشوفكم ماشي؟ يلا باي باي. خير، شو بقول الأولاد؟ عمران طلع مستعجل من الشركة وما قال لهم شي أبدا. يا الله، شو بده يكون صاير لحتى مخبيين عنا؟ بكرة منعرف شو الموضوع. بكرة بتشوفي شلون رح تطلعي من هون وتخلصي. هون في رفقات إلي قالوا لي مو بسهولة رح تطلعي، قال إنه قضيتي صعبة كتير. مو صحيح هالحكي؟ هنن شو بيعرفهم يعني؟ جبت لك المحامي كمال بيك، هو استلم قضيتك.
وأنا حكيت له كل اللي عمله بابا فينا، وراح يطالعك أمي، راح نرجع نعيش كلنا مع بعضنا. قلتي محامي؟ بنتي هدول بياخدوا مصاري كتير. نعمة خانم جابته وتكفلت بالمصاريف وعم تساعدنا. الله يرضى على نعمة خانم. يلا زيارة انتهت، ما في يضل معنا كمان شوي؟ لا ممنوع. ما فيني ضم أمي بس مرة واحدة؟ مستحيل يا عيوني. يلا قوموا. شو فيها إذا حضنت أمها؟ رفيف خلص بنتي، ضلوا عم بتزوروني ها؟ طيب أمي رح نجي لعندك. إيه؟ أمي رح أطالعك من هون ورح نرجع نعيش مع بعض، لا تكليها بنتي. أنا بحبكن يا روحي، ونحن مستحيل نعيش بدوني. أمي أمي آه يا ربي دخيلك ردلنا إياها. نزلي أختي. نزلي أختي منيحة؟ ساعدوني أختي، ساعدوني، ما في حدا هون. رفيف خانم ساعدني.